أخلاقيات الترجمة التحريرية هي من الأشياء المهمة جدا في حياتنا في الترجمة، ولكنها أيضا سوف ترشدنا إلى طريقة النجاح في هذا العمل وفي هذه المهنة. أخلاقيات الترجمة التحريرية هي من المقررات المفروضة على كل من يريد أن ينتسب إلى الرابطة الأردنية للمترجمين واللغويين التطبيقيين. السبب في ذلك أننا نريد أن نجمع كل الدروس المستفادة في السابق، نعلمها لكل عضو جديد يريد أن يعمل في الترجمة في يوم من الأيام، نخلي مسؤولياتنا وفي الوقت نفسه نساعد قدر الإمكان في الرقي في هذه المهنة وهذه الثقافة. وضعنا كل الدروس المستفادة الموجودة فيما يتعلق بأخلاقيات الترجمة في هذا الكتاب، ومن حوالي 104 صفحات كما ترون على هذه الشاشة، وسوف نستعرضها واحدة واحدة. لكننا قبل ذلك أريد أن أنبه الآن، كلمة أخلاق من الخلق هي المقصود فيها الشيء الذي يجب فعله، الشيء الذي يحب الناس أن يفعلوه أو اجتمعت الإنسانية على فعله أنه من شيء جيد. الشيء لا أخلاقي هو الشيء الذي لا يحب الناس أن يفعلوه أو لا يريدون أن يحدث. تختلف هذه الأخلاقيات من جهة إلى أخرى، لكننا جمعنا قدر الإمكان في هذا الكتاب ما تمكننا من أشياء تتعلق في مهنة الترجمة من أجل أن ننتبه إليها، لعلنا بذلك نحل الكثير من الإشكالات ونأتي بنوع من الرقي في هذه المهنة التي لدينا. في البداية لدينا هذا الغلاف في هذا الكتاب، وأود أن أتحدث عن الرموز قبل كل شيء. نرجو التأكيد بأننا في أثناء استعراض هذا الدرس يعني لايف، أو إذا كان من خلال تسجيل، أن يكون هناك مدونة دائما، دفتر وقلم للكتابة، هي القاعدة رقم واحد في حياتنا. اكتب دائما، اسمع كثيرا، تكلم قليلا. الصورة التي لدينا الآن هي صورة الكتاب، وهو مدونة سلوك المترجمين التحريريين لمترجمي العربية. لدينا في هذه الصورة مكتب، هناك رجل لديه الأموال يريد أن يدفعها للمترجم الذي يقف أمامه، هناك أوراق على الطاولة، هناك صورة في الخلفية وهناك قطة أيضا. الصورة بالخلفية هي صورة سقراط الذي ينبهنا عن الأخلاق، لأنه هو الذي أرسى أسس الأخلاق وفلسفة الأخلاق، وبدأ في الحديث عما يجب أن يفعله الإنسان وما لا يجب أن يفعله، ثم تدرجت الأخلاق فيما بعد وتطورت إلى أن وصلنا إلى هذا القرن 21، وبدأت الناس تتحدث عن المهن أن هناك فيها أخلاق معينة يجب الالتزام بها. أما ما معه فنستطيع أن نقول أنه عبارة عن مؤشر، ربما قلم أو شيء من هذا القبيل، ولعل ذلك فيه إشارة إلى أنه يجب على المترجم وصاحب العمل أن يكتب ويدون، فلا يكفي أن ألتزم بالأخلاق وأن أقول أنا جيد الأخلاق، أنا لا أحب أن أخدع الناس، أنا أحب أن أعطي الناس حقوقهم، لا يكفي ذلك، يجب عليك أن تدون ذلك وتكون مسؤولا عن كل كلمة تقولها. القطة الموجودة لحلها تذكرنا في قضية الكات تولز، أدوات الترجمة بالاستعانة في الحاسوب، فالمترجم الذي يستخدم كل التقنيات الممكنة من أجل أن يبدع في عمله ويقدم أداء جيدا كما سنلاحظ فيما بعد. نلاحظ أن المترجم الشاب يرتدي لباسا أنيقا جدا، هذا هو شأن المترجم الذي يحاول الحفاظ على المهنة فلا يرتدي أشياء رثة. ونلاحظ أن الأموال كثيرة جدا التي سوف يتلقاها، لقاء الأعمال الأنيقة التي قدمها الموجودة كما ترون على الطاولة. ثم لدينا كلمة تقول أو جملة، It's never too late to say the right thing. الوقت ما زال معنا وقت، لم نتأخر بعد، ولا بد لنا من أن نقول ما هو حق وما يجب قوله في هذه المهنة. كما قلت لكم، هذه المجموعة من الدروس جمعناها بعد اطلاعا على مشكلات عويصة وكثيرة ومآس كثيرة جدا حدثت مع المترجمين في حياتهم العملية، ونريد فقط أن أتحدث عن قضية من السهل جدا أن نقول والله فلان نصب علي، فلان ضحك علي، ولكن من الصعب أن أقول أنني أنا قصرت بحق نفسي وحق الآخرين في عمل الترجمة. لذلك سوف نتحدث عن هذه القواعد واحدة واحدة، نحاول أن نختصر بحوالي نصف ساعة، قد تزيد قليلا حسب الكثافة الموجودة وحسب الأشياء التي لابد من أن نحاول أن نتحدث عنها. هذه المادة هي محفوظة بحقوق طبع، لكنني أتيحها من خلال archive.org بأن ينزلها من يشاء على جهازه ويستفيد منها ويقرأها ويطلع عليها تماما. نبدأ الآن بأول شيء وهي ما يتعلق بالكومباس، اللي هي الإيثيكال كومباس فور ترانسليترز، البوصلة، بوصلة المترجم. لكن قبل ذلك دعوني
أتحدث باختصار. لدينا أولا هي نؤسس الموضوع setting the stage. لدينا المترجم يجلس على الكرسي على الطاولة، وبعد ذلك يستلم الأعمال الترجمة ويترجم. هنا بدأت أن أتحدث عن أن أول شيء كما ذكره الإخوة والأخوات الذين تحدثوا وناقشوا هذا الموضوع من قبل، بيئة العمل والرفاه الخاص بهذا المترجم. بيئة العمل تتطلب أن يكون بيئة هادئة، أن يكون لديك كرسي جيد، أن تكون لديك طاولة جيدة، أن يكون لديك إمكانية بأن تقف. الآن حاليا هناك يعني موظفون كثيرون في العالم ممن نسمع عنهم أو نرى بعضهم بأنهم يضعون على الطاولة شيء لرفع الكمبيوتر ولذلك الكيبورد لكي يتمكنوا من الطباعة والعمل عليه وهم واقفون أحيانا وهم جالسون أحيانا من أجل صحتهم ورفاههم. يجب أن تكون الغرفة مكيفة جيدة، يعني مساعدة على العمل بطريقة لا تؤدي إلى إيذاء الرقبة أو إيذاء الأيدي لكي لا يصبح هنالك الستينوسيس اللي هي الانزلاق شو بسموه الديسك يعني تضيق الفقرات، ولا أن يكون هنالك في الأيدي نوع من التنميل أو أشياء صعبة لا سمح الله. ما هذا بالنسبة للإيثيكال كومباس فور ترانسليترز؟ البوصلة الخاصة في المترجمين هي الآن الصفحة رقم 9. تعالوا نذهب إلى الصفحة رقم 9 وننظر ما هي البوصلة التي تأخذنا إلى ما يجب عليه أن يفعله المترجمون. أريد أن أؤكد لكم قصة بأن هناك قصص في هذا الكتاب، قصص موجودة هنا في هذا الكتاب، يعني أخذناها من أشخاص حقيقيين ذكروها، فيمكن أن نستفيد منها أيضا لكن لن أخوض عليها بالتفصيل. قبل كل شيء هناك عفوا المصطلحات وضعتها أيضا لكي نثبت على مصطلحات ومعانيها، لكنني أريد أن أذهب الآن إلى بوصلة المترجم التحريري. البوصلة ما هي؟ البوصلة هي عدة نقاط أساسيات نريد المترجم أن يلتزم بها. رقم 1، لا تدع الرغبة أكبر همك ولا مبلغ علمك، لا تدع الرغبة تكون هي السيد وأن تكون أنت العبد. وأريد أن أذكر هنا مثالا واحدا فقط، يمكنكم أن تسوقوا أي مثال آخر، وإذا كتبتم على ورقة ربما تكتبوا ملحوظة وبعد ذلك تذكر أمثلة مما تعرفونها. المثال هو بأنه يأتي إليك أحد الأشخاص فيقول لك كيف أترجم العمل الفلاني مثلا، هل أستخدم جوجل مثلا؟ فيقول لك جوجل هذا سيء جدا لا تستخدمه، هذا شيء الكسالى فقط يستخدموه و و و إلى آخره. لا بأس في هذا الكلام، لا مشكلة. فيما بعد يأتي هو المترجم نفسه، فهو أثناء الترجمة يجد نفسه أن يدخل إلى جوجل من أجل يأخذ بعض الأشياء جوجل ترانسليت، ثم يسوغ لنفسه فيقول لا أنا لأنني أعرف كيف أستخدم جوجل ترانسليت، أما هو لا يعرف لذلك ما يجوز لي لا يجوز لغيري. وهذه هي من إحدى الأشياء التي فيها رغبة، وهذه التي تبعد الإنسان عن العمل الصحيح مع الناس. سيكون الناس ينظروا إليه على أنه ينظر إلى الأمور بمكيالين، وهذا الشيء لا يجوز أبدا نهائيا. هناك مشكلة بأن المترجم إذا كان عبدا للرغبة التي لديه فيمكنه في الواقع أن يضحي بكل شيء من أجل هذه الرغبة، فيمكنه أن يكذب، يمكنه أن يخدع الناس، أن يتوهم أشياء غير موجودة. نريد أن نتأكد بأن هذه الأشياء في النهاية ستكشف، أو ربما حتى لو لم تكشف فهو ليس من العدل وليس من الأخلاق أن يفعلها الإنسان كمترجم. وهذه الممارسات بين المترجمين يجب أن تحكمها العلم والأخلاق وليس الرغبة. ليس لمجرد الرغبة أن أقبل فلان اليوم وأتحدث عنه أغتابه غدا أو إلى آخره. رقم 2، لا تجعل المال أكبر همك. الآن أو السيد وأنت العبد له. المال هو ليس كل شيء، كما ذكرت إحدى الأخوات في ذات مرة، قالت لو أنني متخرجة جديدة في الجامعة وأنا أريد أن أتدرب، فأذهب إلى شخص يقال إنه أفضل مترجم في البلد مثلا، وأخذ له عملا أريد أن يترجمه لي، فأقول له هل يمكنك أن تترجم لي لكنني لا أملك المال، أملك فقط دينار أو دينارين، بينما ذلك المترجم يأخذ عشرات الدنانير على سبيل المثال. فتقول تلك المترجمة الزميلة لنا عندما تحدثنا عن الموضوع، قال لذلك المترجم يعني خيارات، الخيار الأول أن يكون طبيعيا إنسان طبيعي، فيقول لا بأس، يعني هذه الفتاة جاءت لي
دفعت لي هذا المبلغ لا بأس، أستطيع أن أساعدها فيه، وهو مبلغ لا بأس به، دينار دينارين لا بأس، لا مشكلة يعني. ويستطيع أن يقول لا أنا أفضل مترجم في الدنيا وأنت تستخفين بي وأنا لن أنزل عن هذا الموضوع وهذا المال و و و و إلى آخره. فيستطيع أن يختار الأول والثاني، وأنا لا أريد أن أحدد ما الذي يجب أن يختاره، لكنني أقول لا تجعل المال كل همك. في بعض الأحيان قد تضطر إلى ترجمة بعض الأشياء، هو لا أحد يضطرك، لكن أنت أخلاقيا أن تقول هناك بعض أشياء تنقذ حياة الناس، هناك أشياء لجمعيات خيرية، هناك أشخاص للأيتام مثلا، فتبكي عليهم فتقول والله لن أخذ منهم شيئا مثلا. هذه نسدد ونقارب. في الوقت نفسه لا تستطيع أن تفتح أنت عملك فتقول للناس كلهم تعالوا كلكم وأنا أعطيكم العمل مجانا. اعمل نوع من التوازن هنا. أنا لا أقول أنه لا تأخذ مالا نهائيا، أنا أقول لا تجعل المال أكبر همك، لا تجعل المال سيدك وأنت العبد له. رقم ثلاثة، احترم مدونة السلوك هذه التي لديك الآن. مدونة السلوك هذه لم نضعها من أجل أن نتفرج عليها وأن نشاهدها، إنما وضعناها لهدف أساسي، وهو أننا نريد في الواقع ماذا نريد في الواقع، أنه أن نحترمها، نريد أن نطبقها، نريد أن تكون لدينا يعني شيء نتبعه في حياتنا العملية، فلاجب أن نطبقها بصرامة في بعض الأشياء التي سنجدها لاحقا. رقم أربعة، طور نفسك لأنك مترجم. المقصود في ذلك بأن المترجم إن لم يكن يواكب الأحداث يوما بعد يوم فذلك قد يؤدي إلى إشكالية بأنه سيبتعد وينعزل عن الآخرين. لقد تحدث إلينا في أيام كورونا أو بعد كورونا أخونا وزميلنا عماد صفدي مدير شركة كو إكزيستنس للترجمة الشفوية، وهو مترجم أيضا، سألناه هذا السؤال، كان ذلك في لقاء عام مع المترجمين، فقال أنا في فترة الكورونا لم يكن هنالك عمل، فالذي فعلته جمعت المترجمين الذين أعرفهم يتعاونون معي أتعاون معهم، قلت لهم اقرأوا الموضوع الفلاني والفلاني والفلاني. قال لنا أيضا إنه اشترى اشتراكات في صحف أجنبية ليتابع مواضيع الكورونا ووزعها على زملائه أو عمل عليها هو والذين يعملون معه، قال لأنني كنت أريد أن أواكب، لأنني كنت أعلم إنه بعد مدة بسيطة ستبدأ المؤتمرات تظهر على منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، وبعد ذلك أكون قد واكبتهم وطورت نفسي لكي آخذ الشغل، أكون جاهز وأعرف عما يتحدثون عليه. رقم خمسة، مهمة جدا جدا جدا، وهذه لا يمكن أن نقلل من شأنها نهائيا في هذه البوصلة، اللي هي احتفي بزملائك واحترم خبراتهم. رقم خمسة، احترم زملائك واحترم خبراتهم، هذه من أهم الأشياء الموجودة لدينا والتي لها يعني آثار كبيرة جدا ومعاني كبيرة جدا. أعطيكم عدة أمثلة. المثال الأول، أنت جلست في الترجمة، في الترجمة الشفوية مثلا أو في الترجمة التحريرية، وهناك متدرب لك أو صديق لك يعمل ليس بالمستوى الذي لديك، أي كلمة يكتبها ذلك الزميل لا تستهن بها، لأنه قد يأتي بأشياء أنت لا تعرفها، حتى لو ذكر شيئا وقال هذا كل ما أملكه، يجب عليك أن تحتفي أولا بما لديه، تشجعه، وبعد ذلك يجب عليك أن تحترم خبرته. هذا الكلام ليس من عندي، هذا الكلام ما تعامل معه المترجمون الأفاضل عندما كنت في البدايات، هذا الشيء الذي تعامل به المترجمون الأفاضل مع كثير غيري، ورأيت ذلك بعيني وأستطيع أن أقسم على ذلك أنني رأيته، رأيت ذلك التشجيع. يعني شخص بروفيسور كبير جدا مترجم وكاتب كتب وغيره لا يحتاج وليس بحاجة إلى أن ينظر للشخص على أنك أنت تفهم، ولكنهم كانوا يفهموننا، لا أنتم فهمانون وأنتم تعرفون وأنتم شاطرون ويقدرون ذلك، فكانوا يقدرون زمالتنا وفي الوقت نفسه يحترمون خبراتنا التي ننظر إليها الآن فنقول إن هذه الخبرات لم تكن شيئا لخبراتهم، مع ذلك كانوا يحترموننا وكانوا يعاملوننا بكل حب ومحبة وبكل احترام. هناك أيضا من ناحية المتدرب والمدرب، إذا كان واحد يدرب على الترجمة أيضا لا يجب له أن يقلل من شأن الخبرات التي قد تكون لدى المتدرب ولا بأي شكل من الأشكال. فهذه مهمة جدا، مهمة جدا، مهمة جدا في سوق العمل أيضا، لتحل لنا مشكلة، هل الترجمة دينار دينارين 10 20؟ أنا أقولها كما قلتها منذ البداية، منذ بدايتي عدة سنوات قلتها، هذا رزق، مصدر رزق فاغتنم، لا مشكلة. أنا أستطيع أن أترجم
كلمات بسيطة جدا، بابا ماما، وأخذ عليها نصف دينار، وهذا هو قدرتي. هل أقول له لا لا أنت يجب عليك أن تطور نفسك في القاعدة رقم 4، لا لا أنت يجب عليك أن تتعلم تصبح مترجما، أنت دخيل على المهنة إلى آخره. هو يأخذ رزقه من هذه الأشياء، أنا لا أتدخل نهائيا بهذا الموضوع، ولا حق لي أن أتدخل، ما دام أنه يتقن ذلك ويؤدي ذلك بكل شرف وأمانة وإخلاص. لا أتحدث إطلاقا عمن يأتي في النص ويكتب ما شاء وكيف ما اتفق ويقول هذا مصدر رزقي، هذا في الواقع قد خالف قواعد أساسية في العمل، وهو أهمها الصدق والإخلاص والأداء العمل بالطريقة الصحيحة. إذا حتى لو كان الشخص لا يتقن أشياء كثيرة لا بأس. ومن هنا تأتي قاعدة أخرى، إذا أردنا اختبار المترجمين فلا أجد من المناسب وفقا لهذه القاعدة أن نختبر الكل على قاعدة واحدة ومعيار واحد، نأتي بنص صعب لكن نأتي بعدة نصوص، نسأل الشخص الممتحن أنت ما الذي تتقنه؟ فيقول شخص مثلا أنا لا أعرف أترجم إلا شهادات الميلاد. لا بأس، أعطيه عدة شهادات ميلاد، أقول له ترجم لي فيها، فإذا نجح يأخذ شهادة، يقول لقد نجح في اختبار ترجمة شهادات الميلاد. شخص آخر يقول أنا أترجم السبتايتل. لا بأس، نعطيه اختبار في السبتايتل. شخص يقول أنا أعرف أترجم مثلا فقط من الإنجليزية للعربية. لا بأس، نعطيه شهادة بعد نجاحه بالاختبار إنجليزية عربية. لا بد لنا إذن قاعدة رقم 5 مهمة جدا 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 لحل مشكلات كبيرة جدا. وبالتالي طبعا كل واحد يأخذ سعره الخاص، هذا الشيء يرجع إليه. رقم 6، إذا حدث هناك نزاع بينك وبين أي مترجم أو بين صاحب عمل، يجب حل هذه النزاعات بينك وبينه وليس على العلن. لا تستطيع أن تقول، وممنوع أن تقول، نصب علي فلان، احذروا من فلان، هذا فلان غشاش، والله لا أريد أن أتحدث عنه ولكن أنا لا أنصح به، ولا تسألني لماذا، ولا أريد أن أغتابه، أنت غتبته ونممت عليه وسببت له مشاكل، لا يجوز ذلك نهائيا ولا بأي شكل من الأشكال. رقم سبعة، أظهر امتنانك إلى المترجمين من الزملاء الذين معك. كثير منهم يكونون جالسون معك يساعدوك في عملك بكلمة بجملة بغيرها، دائما أظهر لهم أنك ممتن لما فعلوه لك، ولا تنسى ذلك الجميل، وفي الوقت نفسه لا تكن عبدا لهم، لأنه نوع من التوازن. بعض الناس أحيانا قد يكون يعني عبد للمدرب أو للشخص الذي أدخله المهنة، هذا الشيء لا يجوز. نريد أن يكون هناك علاقة احترام، استقلاليتك استقلاليته، في الوقت نفسه أحسن إليك بشيء معين، لا تنسى ذلك الإحسان. رقم 8، تجنب المنافسة غير الشريفة. من المنافسات غير الشريفة مثلا أن آتي فأحكي لعميل، أقول له فلان المترجم قدم إليك عرضا، هذا لا يفهم شيئا، أنا الذي أفهم وأنا أريد أن أقدم عرضا أفضل من عرضه. هذه منافسة غير صحيحة وغير مقبولة. المنافسة الصحيحة، عرفت عن زميلك قدم إلى جهة معينة، أنت حر، اذهب وقدم للجهة نفسها وعرض خدماتك لا بأس، لكن دون أن تطعن بزميلك وتتحدث عنه بطريقة غير صحيحة. شيء آخر، زميلك مثلا كان يتحدث فرحا على نفسه وقال أنا حصلت على عمل أو هناك عرض قدمته لشركة كذا، بحسن نية تحدث إليك، لا تغتنم هذه الفرصة وتأخذ منه المعلومات ثم تغدر به وتقدم عرضا للشركة نفسها تأخذ الشغل لك وليس له، هذا الشيء ليس من المروءة في شيء نهائي، لأنه أمنك في هذا الكلام، ولو أنه عرف أنك سوف تنافسه بهذه الطريقة لما تحدث إليك. رقم 9، هذه مهمة جدا أيضا، احذر شهادة الزور ولا تشهد زور إطلاقا إطلاقا إطلاقا. سألني أحد الأشخاص ذات مرة في أعمال ترجمة، قال لي من تنصحني في المترجمين؟ قلت لهم ممكن أن أنصحك بمترجمة أو مترجم رأيت ترجماتهم وأستطيع أن أخبرك عنهم. فقال لي والله لو أنا تحدثت معك كنت يتمنى أن أترجم له أنا بنفسي. فقلت له لماذا؟ قال لأنني أثق بك ثقة عمياء، هو أخ فاضل. قلت له لا يوجد ثقة عمياء لا بي ولا بأي شخص آخر، كل ما تستطيع أن تفعله هو أن توقع عقدا معي مع غيري تذكر به كل الاتفاقات التي سوف تكون بيننا وتحاسبني عليها وأحاسبك عليها. أما أن تقول لي والله أن تقول لي على سبيل المثال بأنه أثق بك ثقة عمياء أو غير ذلك، هذا الشيء غير مقبول نهائيا. هذه هي
من الأشياء الموجودة المهمة. فلا أستطيع مثلا أن أقول للعميل هذا المترجم ممتاز خذه وأنت مغمض العينين، لا يوجد نهائيا، لا تستطيع أن تكون شهادة زور. قل له أنا اطلعت على عمله، وجدته جيدا، سيسألك ما نوع العمل الذي عملته، قل له عمل فقرة فقرتين ثلاثة، لكن إنجليزي عربي عربي إنجليزي. ثم وجدته جيدا، لا أعرف عنك، أنت اتبع الخطوات الأخرى، فأنت حر بينك وبينه. أيضا يحدث معنا وحدث في كثير من الحياة أو في بعض الأحيان، مترجم قدير ذكر أمامه اسم شخص مترجم آخر، فبدأ يتحدث عنه بسخرية وتهكم. المترجم الثاني الموجود معهم استحى، لأنه يعني من رد الجميل للمترجم الأساسي كان يجامله، أو المترجم يعني يعني له فضل عليه، فكان يسكت، يقول نعم هذا فلان شايف حاله، هذا فلان كذا، فكان يثني على كلام المترجم الأساسي الذي كان يتحدث بغطرسة وبطريقة غير مقبولة. لا تكن شاهد الزور. إذا قيل لك أمامك فلان سيء فلان منيح، لا تشهد في أي شيء، قل أنا لا أعرف، وأصر على موقفك، قل أنا لا أريد أن أتحدث حتى لو خسرت كل الناس الموجودين أمامهم. لا تكن شاهد الزور بأن لا تترجم شيئا فيه خطأ متعمد عكس ما قيل، لأن ذلك فيه شهادة الزور أيضا التي لا يجوز. رقم 10 أيضا، احتفي بالإنسانية جماعة، وأيضا احتفي، وهذه صعبة، بنجاح الآخرين. قد ينجح غيرك بينما تفشل أنت، احتفي بنجاحه، تمنى لنفسك أن تكون مثله. نعم هناك إقرار داخلي أنك حزين جدا، فلان نجح، لماذا لا أنجح أنا، لماذا أنا لم أنجح. هذه من المشاعر التي تعترف بها، لكن إلى حد ما احتفي بنجاح زميلك دون مبالغة. يعني لا تذهب إلى الناس كلها وتبدأ تحكي فلان نجح فلان نجح فلان نجح، ما دخلك به، احتفي به أمامه، قل له أنا سعيد لك، كلمات طيبة لا بأس، وتمنى له الخير. أما الألم الذي في داخلك أنك أنت لم تنجح وهو نجح، فذلك من الأشياء التي يمكن أن تدرب نفسك عليها بأن تحاول أن تنجح في مجالات عملك. هذه إذن هي البوصلة الأساسية التي أتمنى أن ندركها تماما، 10 قواعد. أعتقد وأنا أرى من خلال الخبرة العملية بأن هذه الـ10 من القواعد المهمة جدا في حياتنا نحن في الترجمة، بوصلة حقيقية في كل مناحي الحياة لدينا. ما هي الخصائص الآن بالنسبة للمترجم التحريري؟ ليس فقط في الترجمة، إنما أيضا في حياته العملية والاعتيادية اليومية التي يعيشها بين الناس. أولا الحيادية، يجب عليك أن تكون محايدا حتى في كلامك مع الآخرين، حتى في حياتك، حتى في نقاشاتك، في ترجمتك، في كل شيء يجب أن تكون محايدا. أنت لا علاقة لك بالفكرة الفلانية ولا الفكرة الفلانية، آراؤك إن لم تكن آراء ثابتة صحيحة 100% لا تستطيع أن تتحدث عنها، لا يفضل أبدا إلا أن تكون حياديا. كثير من الأشياء التي يمكن أن نتحدث بها تحت الحيادية، نحن لا نريد أن نطلب إليك أن يعني تلغي كل أفكارك وإيديولوجياتك، أنا لا أتدخل في ذلك، لكننا نريد أن تكون حياديا حتى في حياتك العملية، قدر الإمكان أن تكون محايدا في كل شيء، لكن نريد أن ندخل بالإمبارشاليتي على كل حال في الترجمة نفسها. إذا كان لديك نصا فأنت لا تستطيع أن تبالغ به لأنك متحمس لقضية معينة، ولا تستطيع أن تقلل من أمره لأنك لست متحمسا لتلك القضية. النزاهة يمكن أن ألخصها بكلمة كن صادقا، كن صادقا في الواقع، يجب أن تكون صادقا، كن عادلا، كن صادقا، تكون مخلص لنفسك. ذكرنا أيضا قصة حقيقية لإحدى الزميلات التي ذكرتها أيضا، هنا يمكنكم أن تقرؤوها، في مشكلة بأن الترجمة نفسها كان في هناك إشكالية، فاضطرت المترجمة في النهاية إلى عدم قبول الترجمة. يعني عندما طلب العميل إلى المترجمة قال لها غيري تلك الكلمة، هذه حدثت مع صديق لي إحدى المرات غير الزميل الذي ذكرت هذه القصة، قال ترجاه العميل، ترجاه، قال لي رجاه، قال له بدل outstanding، يعني كلمة outstanding، قال له ترجمها المستحق على ما يبدو، أو واجب الدفع وليس المستحق، قال هذه ما أريده وخذ ما شئت من أموال، فقال له لن أترجمها كذلك. أعتقد أنه ترجمها الاوتستاندينج المستحق،
مش واجب الدفع، او واجب الدفع المستحق، والله لا المستحق يمكن غير واجب الدفع، مش متذكر. وفي ترجمة ايضا ذكر لي كلمة ماتيوريتي، ان العميل طلب الى المترجمة ان تذكر كلمة ماتيوريتي بطريقة معينة لكي يكسب القضية، فرفضت الترجمة ورفض ذلك الترجمة. وهذا هي نموذج الختم الذي تضعه إذا أنت أشهد أن هذه الترجمة صحيحة وصادقة عن الوثيقة الأصلية دون مسؤول عن دقة المحتوى، أو أشهد بأنني ترجمت هذه الوثيقة بصدق وإخلاص دون تحريف أو زيادة مع عدم مسؤولية عن أي شيء. مرت اللي هي الجدارة. لكي تحصل على عمل في الترجمة يجب أن تكون لديك الجدارة في ذلك، وأي عمل في الحياة أيضا. لا تعمل بشيء لست جديرا به، لست أهلا له. من الأشياء التي يمكن أن أذكرها كيف تتحقق قضية الجدارة، تسمع يقول لك أريدك أن تترجم لي الموضوع الفلاني، القانون الفلاني، تأخذه فتسأل نفسك هل أنا أترجم قانوني؟ أنت لا تترجم قانوني مثلا، أو تترجم، تنظر في النص هل يمكن لك أن تترجمه فعلا، هل يمكن أن تبحث وتسعى. إذا كنت قادرا على إنجاز هذه المهمة ولو كان في صعوبات لا بأس. إن شعرت بأن الموضوع خارج عن إرادتك تماما، لا تستطيع أن تترجم، فهنا تذكر إن الترجمة ليست قطار وكل من يريد أن يركب عليها، هذا واحد. والشيء الآخر إنك تستطيع أن تتحدث عن الأشياء التي تستطيع أنت أن تترجم فيها، فتترجم فيها وتعتذر عن الأشياء التي لا تستطيع الترجمة. لا يليق أبدا في المترجم أن يترجم كل شيء على أنه بتاع كله، يترجم كل شيء نهائيا. يجب عليه أن يكون حريصا دائما على الصدق بكل شيء يستطيع أن يترجمه. في الوقت نفسه لا تقلل من شأنك، خذ العمل، اطلع عليه، ادرسه جيدا، وانظر تماما في النهاية هل تستطيع أن تترجمه أم لا. والأمر نفسه يتطلب بالنسبة للمريت أنك ما تسعى بأن تكون هناك واسطة لكي تحصل على عمل في الترجمة. ديسبلين اللي هي هو الانضباط، علم نفسك الانضباط، أن تكون منضبطا تماما. ومن إحدى الأهم الأشياء في الانضباط هي تحمل المسؤولية. أخطأت، تحمل مسؤوليتك، لا مشكلة إطلاقا مهما كانت قاسية هذه المسؤولية. فهذه من الأمثلة التي قد تكون، أنه إذا العميل أرسل إليك شيئا وطلع فيه أخطاء فيما بعد، تحمل المسؤولية، لكن لا تهن نفسك، لا تهن نفسك. هيوميليتي هي التواضع والكياسة، لكن ليست معناها الإيش؟ الإهانة النفس. وقد ذكرنا في نهاية هذا الكتاب هناك سيناريو أنك أرسلت الترجمة، العميل لم تعجبه الترجمة، أرسل إليك رسالة، فوضعت عدة طرق في الرسالة، طريقة فيها إذلال للنفس، وطريقة فيها very professional، تتحدث بكل شيء. فقط لكي أحييكم فيما بعد على هذا الموضوع، ننبه إلى أنك إذا اعتذرت للعميل مرة واحدة فقط، إذا اعتذرت لزميلك مرة واحدة فقط، لا تعتذر عن الموضوع نفسه الذي فعلته إلا مرة واحدة. اعتذارك هو إقرار بأنك منضبط وأنك تريد احترام الناس واحترام نفسك وتتحمل مسؤولية، وهذا شيء قوي. لكن اعتذارك مرتين ثلاثة أربعة أكثر من مرة لنفس الشيء، الشيء نفسه، فهذا يعني أنك تذل نفسك، وهذا الشيء غير مقبول. هناك من الملحوظات التي وضعناها أيضا accountability هي المساءلة. المساءلة، وضعت لكم هذه الصورة، العميل هنا الرجل يتحدث إلى المترجمة أنه لم تعجبه الترجمة، لكن لاحظوا أن الفتاة هنا تبتسم تضحك، هي ليست عابسة، ليست غابضة، هي هادئة لأنها تتحمل المسؤولية. فتحمل المسؤولية لا يعني بالإنسان أنه سيكون خائفا ميتا من الرعبة بآخره، تحمل المسؤولية خلص، تتحمل المسؤولية، خسرت نقودا، خسرت عملا، صلحت خطأ، لا مشكلة، يعني لا مشكلة كما سنتحدث لاحقا عن موضوع تصحيح الخطأ. تايم مانجمنت ثم تايم مانجمنت ثم تايم مانجمنت، من الأشياء التي وجدناها والتي سمعناها عدة مرات، وربما أستطيع أن أقول كثيرا، حدث معي شخصيا عدة مرات، تعطي الشغل لشخص معين فيلتزم بالموعد بالضبط تماما ويعطيك إياه، هذا الشيء كثير جيد. بعضهم لا يلتزم نهائيا، فتفاجأ يقول لك أنا صار معي ظرف كذا، أنا صار معي ظرف كذا، يرسل لك صور حتى للكارثة التي حدثت في البيت، مثلا انكسر الكمبيوتر أو انكسر التلفاز، أو أنه احترقت يده وهو يفعل كذا أو شيء. هذا لا يجوز. تايم مانجمنت مهم جدا، يجب عليك أن تكون دقيقا في التايم مانجمنت. فإذا أعطيت وعدا بترجمة شيء للعميل، أعطي لنفسك مجالا. أنت تحتاج مثلا 20 يوم، قل له أنا أحتاج 30 يوم. تفاهم مع العميل على هذا الأساس.
أما أن تقول له والله أنا أخلصها بعشرة أيام، وفي اليوم العاشر تأتي فتقول أنا لم أترجم شيئا، هذا الشيء لا يجوز. وحدث ذلك مع أحد الأصدقاء، قال لي إنه أعطى شخصا ترجمة فالإنتجريتي ما كان فيه موجود، لأنه لم يكن هنالك الصدق، فكان كل ما يسأله ماذا حدث في الترجمة يقول أوشكت أن أنهي، أوشكت أن أنهي، أوشكت أن أنهي. في النهاية قال له صراحة لم أتمكن من ترجمة أي شيء فيها. كان ذلك قبل يوم أو يومين من انتهاء المهلة لترجمة مئات الصفحات، مش مئات الصفحات، يمكن 100 صفحة أو أقل أو أكثر، أو 40 صفحة لا أعرف. لكن صاحب المكتب تعرض لموقف محرج جدا، وربما خسر عملاءه بسبب ذلك. هذا الموقف حدث عدة مرات مع عدة أشخاص. تايم مانجمنت إذن مهمة جدا. سيفيليتي اللي هي الكياسة، التعامل بإحسان بمعنى آخر، تعامل مع الناس بإحسان في الحياة، تعامل مع الناس بإحسان عندما تتعامل معهم، مع العميل، مع المترجم، مع الزميل، مع الآخرين، دون أن يكون في إحسانك سببا بأن يطمع فيك الآخرون. أيضا من الكياسة التي وضعتها هنا هذه الصورة، فتاة مترجمة مثلا تأتي إلى فتاة أخرى تريدها الغيبة والنميمة، فلان راح، فلان أجا، فلان راح، فلان أجا، ماذا تفعل هذه الفتاة؟ تقول له كفى، لا أريد أن أسمع. لاحظوا أيضا ابتسامتها وقوة شخصيتها، لا أريد أن أسمع، لا يهمني أن أسمع. هذه من المآسي الكبيرة التي يمكن أن تحدث إذا حدثت. المجتمع المترجمين صغير عادة، لا يجوز للمترجمين أن يكونوا، رأيت شيئا خطأ في الإنسان اذهب وتحدث إليه مباشرة، ولا يجوز لك أن تتحدث عنه في غيبته. أقول لكم مثالا على ذلك، مثال لا يخطر على بال إنسان ولكن هذا يحدث. أنت تجلس مثلا مع المترجم زميلك في العمل أو مع أي إنسان، فتصرف تصرفا غريبا أنت لم تفهمه، فعندما غادر الغرفة أنت حائر لا تعرف لماذا فعل. فتأتي لصديق لك فتقول له تعرف فلان فعل كذا، ما رأيك؟ فيقول لك لا أعرف، لكن هذا غريب، أنا لم أعرف عنه شيئا من ذلك من قبل، الله أعلم. أو قد يقول لك آه هذا فعل ذلك فيه من قبل، هذا هدفه سيء، أو إلى آخره. لماذا نفتح هذا الباب الذي لا داعي له؟ تحدث له بهدوء ببساطة لذلك الشخص وبهدوء، وقل له بكل كياسة لقد فعلت التصرف الفلاني ولم يعجبني ذلك، هل يمكن لك أن تفسره؟ انتهى الموضوع. واجه الأمور بستريت فورورد يعني. نتابع، نحن تجاوزنا 30 دقيقة لكن أعتقد أنه يمكننا أن ننهي الكتاب خلال حوالي 10 دقائق من الآن. ميشنري هي صاحب رسالة، المترجم أيضا صاحب رسالة. في كثير من الأحيان قد تجد نفسك بأنك تترجم شيئا تشعر بأنك صاحب رسالة من عدة نواحي. أول شيء الناحية الإنسانية الموجودة في الكتاب الذي تترجمه، قد يكون فيه رسالة. وفي الوقت نفسه أنت عملك نفسك عندما تترجم تكتشف أخطاء، تكتشف أشياء تفيد فيها الآخرين. ففكر بهذه الطريقة، هل يمكنك أن تعلم ما تعلمت للآخرين أم لا؟ قليل جدا من الأشخاص الذين يعلمون ما تعلموا، لا نعرف هل هذا الشيء يعني صحيح، هل هذا الشيء مقبول، نحن لا نعرف. هذا الشيء أتركه لك، أنت حر في ذلك. من خلال تجربتي عدد قليل جدا من الأشخاص الذين تعلموا أشياء وطلبوا إلى الآخرين أن ينشرونها، كما هي أنتم في هذه المجموعة الخاصة في الملتقى الاستشاري للترجمة والعملية ودراساتها، فأنتم تنشرون الكلام الذي تعرفونه في خلال نقاشاتكم. كن علميا، هذه مهمة جدا. تحدث هذه القضية عندما يأتي المترجم ويتحدث إلى مترجم آخر أقل منه درجة، فيقول له هل المترجم ترجمة حرة أم حرفية؟ فيقول له اسمع اسمع، لا تترجم هكذا ولا كذا، افعل كذا وافعل كذا. فهذا الشيء غير أسلوب علمي، يعني غير أسلوب علمي. الأسلوب العلمي أسأل مترجم هل أترجم حرفي أم حر، فيجب أن يكون الجواب ماذا تقصد بذلك، أي موضوع تقصد في ذلك، أرني الفقرة التي لديك الآن لكي أحكم عليها. فأظهر له الفقرة، أقول لها أو هذه الفقرة هل أترجمها حرفية أم حرة، فأسأله هل تعرف معنى ترجمة حرة ما معناها وما معنى ترجمة حرفية. عندما نتفق معه على المصطلح بعد ذلك أقول له انظر هذه الجملة، أرى أننا لو تحررنا قليلا كان أفضل، هنا التزمنا أكثر كان أفضل. فإذا كل نص له قواعده الخاصة، كن ساينتيفيك، كن متبعا للعلم وللقواعد،
التي يمكن الاتفاق عليها، ولا تعطي آراء شخصية، وذلك نصب في بوصلتنا التي تحدثنا فيها على الديزاير، أن البعض قد يبدأ يتحدث من عنده بدون أي إحم ولا دستور كما يقال، ثم يملي على الناس قواعد غير قابلة للتطبيق. من الأمثلة التي حدثت أيضا والتي تتكرر كثيرا جدا، أعتقد هذا رقم واحد من الأشياء غير العلمية التي يتحدث بها المترجمون، عندما يأتي شخص مترجم يقول له كيف يمكن أن أصبح مترجما، فيقول له اذهب واقرأ. هذا أسلوب غير علمي، هذا أسلوب غير علمي. الأسلوب العلمي على ما أعتقد أن تقول له ادرس الترجمة لا بأس، أما اذهب واقرأ هذا أسلوب غير علمي، يعني لا يؤدي إلى نتيجة، يمكن أن يفهم بطرق مختلفة، يعني حتى لو قرأ ما علاقة القراءة بالترجم غير واضح. أما لو اقرأ الموضوع الفلاني، تعلم منه الكلمات، ثم ترجم، ثم اعمل، ثم كذا، يعني ممكن. أما اذهب واقرأ، هذه من الأشياء التي نسمعها كثيرا ولكنها لا تعطي أي نتيجة نهائيا. ثم تتضافر هذه القضية أيضا مع قضايا أخرى، فتعالوا ننظر إلى نقيض الأخلاق. فتأتي إلى شخص ليس لديه الكياسة، إنسان ليس لديه الاحترام لخبراتك أنت، فتقول له يا أستاذ كيف يمكن لي أن أصبح مترجما مثلك؟ فيقول لك أنت تصبح مثلي؟ أنا 20 30 40 سنة وأنا أعمل، أنت تريد أن تصبح مثلي؟ لن تصبح مثلي أبدا. كلمة لن تصبح مثلي أبدا هي هاي للمستقبل، وهو كلام غير علمي، لأن العلم يتحدث عن الماضي والحاضر والتنبؤ بالمستقبل بناء على أسس قواعد أساسية تسمى الأنماط أو تسمى النماذج النمذجة. لكن أن أقول لن تصبح هيك أطلق حكم، هذا غير صحيح، غير علمي، وفي الوقت نفسه طريقة كلامي هي طريقة سيئة جدا. لا أخفيكم، عندما يأتي الشخص ويسألني أو يسأل أي شخص آخر، يقول له كيف يمكن لي أن أصبح عندك، هذا سؤال فيه شيء من الغرابة، فيه شيء من الغرابة لعدة أسباب، من بينها أنه ليس من المعقول أن أشرح لك 30 40 سنة خلال 5 دقائق أو 10 دقائق كما طلبت من إحدى الأشخاص مثلا، أو مثلا هذا الشيء يعني مزعج، هذا الكلام ليس جيدا، لكن لا أستطيع أن أتحدث كذلك، لا أستطيع أن أجيبه. أقول له أنت عمرك ما بتصير مثلي. الشيء الغريب الثاني طبعا في هذا الكلام، بأنه الإنسان بيرسونال، يعني أنا أختلف بستايلي عن ستايلك، فممكن تكون ستايلك يختلف عني، وهذا الشيء وجدناه أيضا في المجموعة الخاصة، كنا نترجم كل واحد فينا الأسلوب خاص، ما كنا نعرف مين الصح مين الغلط، لأنه كل واحد الأسلوبه هو الخاص. ساينتيفيك كثير مهمة، وهي ترتبط أيضا بالديزاير، ترتبط أيضا بالسيفيليتي بالكياسة. ارتستيك هذه من الضرورات أيضا، إذا اخترت الترجمة أن تكون مهنة لك، ابحث دائما عن الأشياء التي فيها فن والتي يمكن لك أن تتفنن بها ما شئت وما تمكنت فيها، لك تظهر فنك باستخدام الكلمات، باستخدام الجمل والعبارات. اقرأ ثم شاهد ثم تعلم. جربت هذه الطريقة ذات مرة بأنني شاهدت عدة برامج تلفزيونية، أفلام وثائقية عن طريق ديسكفري، وقناة ديسكفري شاهدته وسجلت الكلمات التي فيها وأخذتها وتعلمتها وحفظتها، ثم أنشأت مسلسلا بوليسيا بالكرتون، واستخدمت كثيرا من العبارات التي تعلمتها بهذه الطريقة. هذا فن، نوع من فن. الفن هو التركيب، تأخذ من هنا تضع هناك، فن، هذا هو فن، ويجب أن يكون المترجم فنان. Educationist، إذا ما أردت في يوم من الأيام أن تعلم الناس الترجمة، لديك عدة طرق، أذكر منهم طريقتان. الطريقة الأولى أن تقول أنا أفعل كذا لأنه هذا الذي اعتدت عليه وهذا ما أعرفه، وتتحدث عن نصوص معينة كيف ترجمتها، لكنك لا تقول هذه القاعدة. الطريقة الثانية التي لدي هي أنك أن تدرس علم التعليم وتعرف كيف يمكن أن تعلم بطريقة صحيحة للمتعلمين، لكي لا تعلمهم أشياء فيها خطأ، لتكون تعلم علمي غير قابل على الأهواء ولا النزعات، لكي لا تنقل معلومات غير صحيحة. فنحن لا نريد في الوقت نفسه أن يأتي المدرب بدلا من أن يسلم الحبل لينقذ الطلاب والمتدربين من البحر من الغرق، وإذ به يخنقهم ويقتلهم جميعا. فيما بعد ذلك، هلا هنا إدارة المعلومات. الآن انتهينا من الخصائص الأساسية بالنسبة للصفات الشخصية، ننتقل الآن للعمل اليدوي اللي بنشتغل فيه، يعني نحن هنا. فلدينا إدارة المعلومات. المعلومة التي تأتيك من أول شخص يقول لك إنه لديه شغل في الترجمة يريدك أن تعمله، هو مالك المعلومة، لا تستطيع أن تفعل بالمعلومة إلا من خلاله. ما هي المعلومة؟ ما هي المعلومة؟ هي
أولا إذا كان لدينا معلومات، إذا نظمناها تصبح في هذه الحالة داتا منظمة structured، هذه معلومات. فتصلك هذه المعلومات من العميل، المعلومات هي instructions، questions، أسئلة، تعليمات، اقتراحات، ملف للترجمة، أسئلة عامة، كل شيء ممكن يكون موجود في هذا البريد الذي يصلك في الإيميل مثلا أو في الهاتف. كل ما يصلك يجب أن تحدد من مالك المعلومات. عادة الشخص الأول الذي تحدث معك هو مالك المعلومات، لا ينبغي أن تعطي المعلومات لأي شخص آخر إطلاقا إلا بإذنه. هناك ثلاثة تصنيفات للمعلومات. المعلومة الأولى هي strictly confidential، اللي هو سري للغاية. سري للغاية، سري للغاية يعني هذه المعلومات إنك إذا أفشيت عليها فسيؤثر ويضر حتما بصاحب هذه المعلومات. أما confidential اللي هو سري، سري هي المعلومات التي إن أفشيت فيها سيكون هنالك ضرر، احتمال أن يكون هناك ضرر، وإذا وقع ضرر فهو ضرر خفيف ليس كثيرا جدا، لكن لا يجوز الإفشاء بهذه المعلومات. أما unclassified غير مصنفة هي معلومات موجودة في public domain، أو إذا ذكرت فلن تؤذي أحدا نهائيا، لا يوجد فيها أي أذى ولا بأي شكل من الأشكال. مثل ذلك السيرة الذاتية، عندما تذكر في السيرة الذاتية أنا اشتغلت عند شركة فلان وشركة علان واشتغلت في المشروع الفلاني أو المشروع الكذا، إذا كان ليس فيه كشف عن أسرار حقيقية للشركة فهذه unclassified، لا توجد فيها أي ضرر. فالمعلومات التي تصلك يجب عليك أن تتعامل معها. فما هي الخطوات التي تتعامل معها المعلومات؟ تبدأ الخطوات في المعلومات هي في creation of information، توليد المعرفة المعلومات، وتنتهي برمي المعلومات في سلة المهملات، معنى آخر disposal، طرحها. تعالوا نعرف ما الذي يحدث. أنت تستلم المعلومات receiving information من العميل الذي لديك أو من أي شخص. ذكر لنا كثير من الأشخاص كيف استلموا هذه المعلومات وكيف تعاملوا معها. ثم تحدد من هو مالك المعلومات، وبعد ذلك تحدد تصنيف المعلومات confidential ولا كتير ولا قليل لكي تعرف. ويجب عليك في ذلك أن تفهم المعلومات أيضا، ما هي هذه المعلومات، ما المطلوب منك أن تعمله فيها. ثم يجب عليك أن تبدأ الآن في عملية الترجمة بالنسبة لموضوع الترجمة. وبآخر شيء بعد أن تنتهي الترجمة وتسلمها للعميل، ماذا تفعل في المعلومات التي لديك؟ كيف تتلفها إذا ما كنت مضطرا لها؟ وضعنا أمثلة أيضا هنا حول هذا الموضوع. ننتقل الآن إلى موضوع الترجمة، كيف تبدأ في الترجمة؟ بداية الترجمة pre-translation stage، الآن دخلنا في أخلاقيات مهنة الترجمة في الصميم. يجب عليك أن تحدد هل لديك الأدوات الكافية المطلوبة أم لا؟ موضوع طبي، هل لديك القواميس والموسوعات الخاصة بالطب مثلا لكي تتعامل معها؟ احضرها قبل أن تبدأ بالعمل. هل لديك المعرفة الكاملة المرت والانتجريتي كما قلت لكم؟ هل لديك التطبيقات المطلوبة؟ هل لديك الكات تولز المطلوبة؟ هل لديك الميموريز المطلوبة؟ ولديك التيرن بيس المطلوبة؟ إذا كان ما عندك إياهم كيف يمكن أن تحصل عليهم في النهاية؟ تأكد من أنك جاهز تماما لاستلام العمل. تأكدت بعد ذلك نبدأ بالبروسيجرز. وصلك نص الترجمة، وفقا لزملائنا الذين تحدثوا قالوا إننا نعمل أول شيء سكانينج، نطلع عليها اطلاع سريع لنحدد ما الإشكاليات الأساسية ونحدد هل أستطيع أم لا أستطيع، وبعد ذلك أقرأها لأعرف الأفكار الرئيسية وأتخذ يعني أحاول أن أعرف الوقت الذي يحتاج إليه، أحاول أن أعرف السعر أيضا. لماذا يجب علي هنا أن أكون هناك cautious look؟ هذه من أهم الأشياء التي يجب أن أفعلها، بأنه يأتيني ملف مثلا إذا كان PDF file هذا سيأخذ وقتا أطول، إذا كان فيه جداول وقت أطول، إذا كان فيه رسومات وقت أطول، وسعر أعلى ووقت أطول. ننتبه إلى ذلك تماما. لكي لا تصبح هناك نزاعات بيني وبين العميل، علي أن أحدد له فأقول له سأترجم لك الوثيقة بالسعر الفلاني بالوقت الفلاني، الجداول ستأخذ معي الوقت الفلاني وسعرها كذا، الصور ستأخذ معي الوقت الفلاني والسعر كذا وكذا وكذا. أحدد أيضا تقييم للكلمات والمفردات فلا أستعجل، هناك كلمات قد تكون صعبة جدا علي يجب أن أعرفها، مصطلحات، وأحاول أن أسأله، أخذ منه بريف، أعرف ما الكلمات التي اعتمدها هو في نفسه. وبعد ذلك الخطوة التالية التي تليها، ركزوا معي،
سلمه عينة من الترجمة، لا تقبل أن تأخذ عملا قبل أن تسلمه عينة من الترجمة. قل له هذه طريقتي، هذا ما أترجمه تماما، تقبل بها أهلا وسهلا، لا تقبل بها أنت حر. الآن بعد عملية تسليم الترجمة العينة تأتي الخطوة الأخرى. الخطوة الأخرى هي البدء في الترجمة. تبدأ بالترجمة وتبعت أول صفحة أو صفحتين، تبعت comfort letter. أنا كل هذا مكتوب في هذا الكتاب، رسالة طمأن تقول له: إشارة إلى المراسلات التي بيني وبينك وإلى اتفاق بالترجمة، أود أن أخبركم أنني بدأت الآن في الترجمة، أرسل لكم مسودة من صفحتين فقط لإطمئنان لتطمئنوا أنني بدأت في الترجمة ولا تخافوا ذلك. أرجو عدم التدقيق على هذه الصفحتين إلا لأشياء ضرورية، لأنها ستخضع إلى تحرير لاحق فيما بعد. في معظم الأحيان قد يعطيك العميل مباشرة بعض التصليحات المهمة، هذه لا بأس بها، لكن لا تقل له أن يتدخل كثيرا، قل له أنا فقط الآن بدأت. بعد عدة أيام تعطيه أول progress report اللي هو حوالي 5 صفحات أو 10 صفحات حسب طول الوثيقة، أعطيته إياها للعميل. تطلب إليه أن يحدد لك ما الإشكاليات التي فيها، ما الأشياء التي يجب أن تفعلها، لماذا هذه مهمة جدا، هذه مهمة جدا 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 في أخلاقيات مهنتنا في الترجمة، لأنك تريد أن تحدد الأشياء التي قد تسبب مشكلة لك فيما بعد، وخاصة في الترجمة من الإنجليزية للعربية، لأنهم بالإنجليزية للعربية في كلمات إذا غيرتها يتغير الفعل، يصبح مؤنث بدل مذكر أو مذكر بدل مؤنث، يتغير الصفة من مؤنث إلى مذكر، يتغير العدد والمعدود من مثنى إلى جمع إلى مفرد، وتصبح مصيبة كبيرة جدا. فيجب من الأول عملها، هذه رقم 1. 2، تذكروا الأكاونتابيليتي، الإحساس بالمسؤولية، ذكرنا عنها، والإنتجريتي، النزاهة، أنت تعطي العميل فرصة أن يطلع على عملك، فإن لم يعجبه يقول لك قف قف الآن لا أريد، يقول لك توقف، خذ النقود الخاصة بأول 5 صفحات 10 صفحات، ولكن أنا لا أستطيع أن أقبل بهذه الترجمة. العميل يقول لك رجاء سوف أحيلها إلى شخص آخر. أنت تريح نفسك، تقلل الخسارات بالنسبة لك وتقلل الخسارات له، هذه مهمة جدا. إذا بعد ذلك، فبعد البروجريس ريبورت الأول والثاني والثالث والرابع إلى أن ينتهي كل شيء، عندها تأتي النقطة الخاصة بتسليم الدرافت. تقول له الآن سلمتك الدرافت التي موجودة. تطلب إليه هل يوجد لديك تعليقات جوهرية حقيقية أم لا، خاصة بالمصطلحات، هذا هو أهم شيء، فقط المصطلحات والستايل، إذا كان الستايل هو بدك إياه ولا لا. فيقول لك والله أنا لاحظت أنك استخدمت الكلمة الفلانية، لا أريدها كذا، أريدها كذا، لا أريدها المؤازرة، أريدها المناصرة، أنت استخدمت أسلوب الترجمة الحرفية لكنني أنا لم أفهم شيئا، حبذا لو يكون الترجمة حرة وليست حرفية. قل له لا بأس. لو قال لك مثلا أنه في هناك أن عدد الكلمات في الإنجليزية أصبح أكثر من العربية، مثلا العربية أكثر من الإنجليزية حسب اتفاقك، هذا كله بيكون متفق عليه بالبداية، فتصلح هذه الأخطاء البسيطة. هناك شيء آخر، إذا وجد مشكلات جوهرية في الموضوع لا يحق للعميل أن يرفض العمل، لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأنك أنت اتفقت معه في البداية، في بداية العمل، أنه إذا كان هناك أي مشكلة تجعل العمل مرفوضا فيجب على العميل إعطائه أسبوع للمترجم أو أكثر أو أقل لكي يصحح الوضع ويصوبه. بدون تصويب الوضع وبدون تصحيح لا يمكن، لا يجوز للعقد أصلا أنك تعمله بينك وبين العميل. الشيء الآخر بأنه هنالك بالنسبة لموضوع التسليم الدرافت الأولى، يعني إذا كان اعترض العميل على ذلك وقال إن الترجمة لم تعجبه ورفضها نهائيا، ذلك تحيل إلى التحكيم بين الأشخاص، وذلك تكون أنت حددته من البداية من الذي سيكون الحكم بينك وبينهم. وهنا نأتي إلى قضية ما يطلق لسوء حظنا شيء اسمه شيخ المترجمين. إذا أردت أن تطلق على أحد اسم شيخ المترجمين، تذكر الخصائص السابقة التي تحدثنا عليها، من بينها الصدق، أنت تكون في محك في المحك الاختبار إذا قلت عن شخص أنه شيخ المترجمين وهو لا يفصل بالنزاع بين الناس. شيخ المترجمين هو الذي يفصل بالنزاعات بين المهنة الواحدة. كلمة الشيخ جاءت تعريبا من كلمة شاه، والتي هي في اللغة الفارسية، كان هنالك الميناء البندر، البندر كان هنالك شخص، هذا الشخص هو المسؤول عن فصل النزاعات بين التجار في الميناء
فكانوا يسموه شاه بندر. شاه بندر يعني أمير التجار، رئيس التجار، شيخ التجار، هو الذي يفصل في النزاعات بينهم. ثم جاءت في بعد ذلك استخدموا العرب المصطلح نفسه في أسواقهم لحتى للقرن العشرين، نهاية القرن العشرين، وأعتقد في نهاية أيضا 21، في كثير من الأسواق العربية في سوق معين يكون هناك شيخ الكار وشيخ السوق والمفتي، ها هي المحاكم الثلاثة. فإذا حدث نزاع يذهبون إلى شخص اسمه شيخ الكار، شيخ الصنعة، أو يذهبون إلى شيخ السوق في النهاية، يعرف الأعراف، يعرف كيف يحكم بيناتهم، ثم يفصل بينهم بالنزاع. فإن لم يتفقوا على ذلك يذهبون إلى المفتي الذي يحكم لديهم طبعا في النهاية وفقا للفقه والشريعة الإسلامية. هذا هو الذي كلمة شيخ، لا نستطيع أن نقول فلان شيخ فلان شيخ لمجرد الهوى، ديزاير، تذكروا في البداية في الصفحات الأولى لا نستطيع أن نذكر ذلك. تذكر الشيخ هو الشخص الذي يستطيع أن يحكم بين الناس ويفصل بينهم بالترجمة، ويعرف المهنة تماما ويعرف عاداتها وتقاليدها، وهذا الشخص أيضا مسموعة كلمته. ما هو مسموع كلمته؟ لا أنا ولا غيري نستطيع أن نكون شيخ، وتكون الأمور دون أمير يؤتمر به ودون شيخ يفصل في النزاعات إذا نشبت بيننا. العقد يجب أن يكون واضحا تماما في البداية، لا يجوز للمترجم إطلاقا أن يخفي أي شيء. ولذلك في فترة ما بعد التسليم أو في أثناء البروجرس ريبورتس أصلا قد تكون هنالك تغيرات، هذا منصوص عليه في الاتفاق بالأصل. أنت اتفقت مع العميل، قلت له يمكن يكون فيه تغيرات، إذا حدث تغيرات، زاد عدد الكلمات، زاد التعب، خرب الكمبيوتر، ما بعرف إيش، فأنا أستحق أجرا أكثر. ما يحدث حقيقة بأن الكثير من المترجمين يخشون ذكر ذلك في بداية التعامل مع العميل، قال إذا ذكرت هذه الكلمات يرفض التعامل معي. أنت حر، يعني ممكن أن تخسر الشغل، ممكن أن تربح الشغل، لا أستطيع أن أحكم بذلك ولا أقول لك افعل هذا أو لا. أقول لك هذه الأخلاق أنا ألتزم بها شخصيا بنفسي، وأنا أذكرها فقط من أجل It's not too late to mention the right thing. أنا أذكر كل ذلك وبضميري أتكلم ما أفعله بنفسي وما فعله زملاء لي آخرون. تم التزمنا بهذه الأخلاقيات، عملنا بهذه الطريقة. أنت لا تريد أن تلتزم بالأخلاقيات، هذا أمر يرجع إليك. أنت التزمت بالأخلاقيات فوجدت بأنها لم تأتي لك بمردود مادي فقلت أنا لا أريد أن ألتزم بها، هذا الشيء لا أتدخل به نهائيا، لكن أقول إن ذلك غير صحيح، غير، لا يجوز، هناك خطأ ما في الموضوع. نأتي إلى موضوع storage of information، وهذه لم نتحدث عليها من أجل الـ sequence of thought. الـ storage of information، تخزين المعلومات، بالنسبة لموضوع الترجمة نريد أن نؤكد بأنه أي معلومة تأتيك من صاحب المعلومة هي معلومة confidential، تعتبر ما لم يثبت غير ذلك. كيف تخزن هذه المعلومات؟ كيف تخزن الملفات؟ أولا إذا كانت المواد عبارة عن أوراق فيجب أن تخزن بأماكن مأمونة داخل بيتك، داخل مكان عملك، لا يصل إليها أشخاص يأخذوها وينشرونها. تحدث إلينا أحد الأشخاص عن مشكلة حدثت حقيقية، إنه يبدو كانت لديه ورقة أعطاها لشخص أو وقعت منه أو أعطاها شخص أعتقد ترجمها عنه، وكانت النتيجة أن سرب تلك الورقة لأعداء الشخص الذين يتقاضى معهم، وتسببت إشكاليات كبيرة جدا، في كان هو في غنى عنها، تسببت في إحراج لذلك المترجم، وتسببت بمشكلة خطيرة له على ما يبدو، يعني إنه من ناحية العمل فخسر شغل، خسر عملاء غيرها. إذا كانت المواد إلكترونية فتذكر دائما من اسم يكون عندك باك أب، ويكون عندك أورجنايزيشنال سيستم. شو بتعمل؟ لنفرض العميل بعت لك اللي هو تشابتر، يعني بلاش تشابتر، بعت لك ملف اسمه The garden مثلا، The garden، قال لك ترجم لي اياه، ترجم لي اياه. فالجاردن هاي انت شو بتكتب؟ تحط فولدر، تحط من الانجليزي الى العربي، بتكتب عليه English into Arabic، وبتحط الفولدر بتكتب The garden version 1 date كذا، تحطه كله بنفس اسم الملف. وبعد ذلك اذا حدثت عليه بتحط version 2 version 3 version 4 version 5. فيرجنينج كتير مهمة في هذا الموضوع. أنا في الواقع حكيت كل الطرق بطريقة أفضل كيف ممكن تعملها صيانة لهذه الملفات، كيف ممكن تخزنها بطريقة صحيحة، و يعني من إحدى الخيارات أيضا أنك تحطها بالإيميل. على كل حال هذا الكلام فيه تفاصيل كثيرة لكنها مهمة، كيف تحفظ ملفاتك.
مثل ما حكينا يجب ذكر الفيرجنينج الفيرجن، ويجب ذكر التاريخ في اسم الملف، وتنظمه وتحطه بمكان معين، لأنه أؤكد لكم أنه الواحد بالأخير بينسى وبيخبص فيه كتير وبيغيره. فأنا وضعت هون الملحوظات، هاي هي هنا بهذا المكان كما تلاحظون، هذا الفولدر اسمه كود اوف كونداكت، ممكن تسمي اسم الشركة، وجواته اسم الملفات. وكل مرة كل ما اعمل سيف بعمل سيف از سيف از سيف از، بعمل فيرجنينج بطريقة فيرجن 13 14 24 25 الى اخره مع التاريخ. الباك اب بروسيجرز، في عنا عدة طرق من اجل الحفاظ على المعلومات. انا انتهى الوقت من زمان صراحة، وانا متأسف اني تجاوزت الوقت المحدد، لكن هذه هي الارشفة المهمة جدا بالنسبة لك ان تكون مهمة. لماذا؟ لأنك لا تريد في النهاية أن تبحث عن إبرة في كومة قش. طرح المعلومات والتخلي عنها، هذه مسألة تتراوح بين المعلومات السرية والconfidential والhighly confidential وغيرها. إذا كانت معلومات عادية تستطيع أن تجعلها عندك، لكن أحيانا قد تكون معلومات سرية جدا لا يريد العميل أن تطلع عليها أكثر من ذلك، فيجب عليك أن تضمن له بكل طريقة ممكنة أنك قد أزلت جميع الملفات من كمبيوترك وحاسوبك لأنها تتعلق بالغير. وهناك أيضا بروتوكولات تستطيع أن تعملها بالنسبة للترم بيسز والميموريز تبع الكمبيوتر تبع الكات تول. وعلى ذكر الكات تول، يعني هناك أخلاقيات خاصة في التعامل معها، كيف التعامل معها بالنسبة للأرقام بالنسبة للكلمات على سبيل المثال. أود أن أقول لكم أننا وضعنا قصص شبه حقيقية، بعضها حقيقية وبعضها نوعا ما من بنات أفكارنا، وتحدثنا فيما بعد أيضا عن مصادر الالتزام أنا الخمسة، اللي هي العقد والإرادة المنفردة والفعل الضار والفعل النافع والقانون. وذكرنا أن العلاقة اللي هي موجودة المفروض تكون بينك وبين العميل أن تكون قانونية، فيجب عليك يجب عليك يجب عليك يجب عليك دراسة العقود. هذه قد من الأفكار التي أنفرد بها أو يتفق معي البعض يختلف فيها البعض الآخر. أنا أصر على أنه يجب على المترجم أن يقرأ قانون العقود، أن يعرف كيف تكتب العقود لكي يضمن حقه ويضمن حق غيره، ولكي يحافظ على كل أخلاقيات المهنة التي ذكرناها كلها. يجب أن تكون في عقد واضح من بين الأشياء التي أريد أن أخلي مسؤوليتي أيضا عنها الأخلاقية اللي أخبركم بها. لا يجوز لك ولا يحق لك أن تقبل الظلم على نفسك، ومن إحدى طرق الظلم أن تقبل بالغرامات، أن كان يقول لك صاحب العمل إن لم تقدم لي العمل في التاريخ الفلاني تدفع لي غرامة 20 دينار مثلا. هذا لا يجوز إطلاقا، لأنه يتحدث عن المستقبل. أي شيء يتحدث عن المستقبل لا يجوز، لكن يجوز له أن يقول إذا تأخرت عن عملك فإنني أستطيع أن أرفع دعوى عليك عند القاضي، أستطيع أن أطلب إلى شيخ المترجمين وأعرض عليه مظلمتي ويحكم عليك وقتها بالضرر الحقيقي. هذا لا بأس فيه، لا مشكلة على ما أعتقد، لكن لا يجوز في البداية أن تقول إذا تأخرت أيها العميل عني في الدفع في اليوم الفلاني فعليك أن تدفع لي غرامة. هذا أيضا لا يجوز، فقط لإخلاء المسؤولية. لا يجوز لك الكسب من غير السبب، هذا كمترجم. فأيضا يطول الكلام فيها الفعل الضار، لا يجوز لك أن تضر في شخص آخر. عميل ضحك عليك اليوم، خدعك اليوم، لا تستطيع كما حدثني أحدهم فعل ذلك على ما قال، أو ربما هدد بفعل ذلك، قال فلان لم يدفع لي جيدا، لا يوجد عقد ولا أي شيء ولا كي، واختلفوا بين بعض، أنا أريد كذا، يعني بعد ما أنهى الترجمة قال أنا أريد كذا. طيب أنت لم تتفق معه في البداية، فقال ضحك علي خدعني، قال في المرة القادمة سأقول له سأترجم لك ما تريد، ثم عندما يأتي الديدلاين أقول له افعل ما تشاء، أنا لم أترجم لك شيئا. لا يقابل الضرر في ضرر، لا ضرر ولا ضرار، والضرر يزال كما في الفقه وكما في المجلات العدلية في المواد الأولى التي ذكرت فيها. أيضا على قضية الأسعار كما قلنا في العقود، لا يجوز إطلاقا أن يكون التفاوض في السعر بعد إنهاء العمل ولا في أثنائه. يجب أن يكون في البداية، تنتهي العقد هو نهاية التفاوضات والتوصل إلى اتفاق حول السعر وحول كل شيء. اذكر ما تشاء في هذه التفاصيل الخاصة بالسعر وغيرها. أنا الآن أريد أن أنبه شيئا أساسيا، هذه يسألون بعض طيب أنا أكتب عقد، طيب مين أنا حتى أكتب عقد؟ لا تكتب عقد، ليس من ضرورة. يجب علينا أن نميز بين الكونتراكت والكونتراكت دوكيمنت.
العقد، كلمة العقد تعني علاقة abstract، علاقة معنوية بين شخصين، اسمها عقد. لكن الوثيقة هي وثيقة العقد، اللي هي صوت، اللي هي صورة، اللي هي كتابة، أي شيء. وثق ما تشاء في الواتساب، وثق ما تشاء في الإيميل، المهم يوثق بأنك أنت قبلت بالسعر الفلاني وأنه وافق على الدفع وعلى الشروط الأساسية. يفضل دائما أن تكون هنالك فهم كامل للعقود، الأوفر أكسبتنس كونسيدريشن وغيره. نحن أطولنا عليكم ساعة كاملة، أنا متأسف مرة أخرى، أعتقد بأننا أوشكنا على الانتهاء. هي 104 صفحات، من الصعب جدا أنه يعني نلخصها صراحة بهذه الساعة. لكن هنا تحدثنا عن البريف، تحدثنا عن التايمينج، تحدثنا عن كتاب الطمأنة، عن الرسائل التي يمكن أن تفعلها. هناك بالنسبة للبروف ريدنج، المحرر اللغوي والمحرر العلمي، أيضا يجب أن نكون هيك إصرار عليها، تزداد الأسعار وتنخفض فيها. أعتقد أني لا أستطيع أن أذكر أكثر من ذلك، لأنه لا بد لنا في النهاية أن نقول بعد كل هذه التجربة، دائما احتفي في المخرجات والنتائج الإيجابية التي حصلت عليها، تعلم من الدروس والاستراتيجيات السابقة التي نجحت والتي لم تنجح، أيضا حلل أيضا الأخطاء السلبية التي حدثت معك وتطور قدر الإمكان، وتابع أيضا في التعلم، لأن الحياة تتعلم والإنسان يستمر دائما في التعاون التعلم. وثق كل ذلك في مدونة وفي أي شيء يمكن لك أن تسترجعه وتعود إليه مجددا. أنا أترككم، قد انتهيت من هذا اللقاء، وأترك الآن المجال من أجل النقاش. إذا أردتم أن تناقشوا في أي شيء سأوقف التسجيل الآن، ويمكنكم الحديث بحرية.